النهارده بقى هنجرب كل منتجات هيلسي ميل. عندهم منتجات كتيره جدا جدا، تعالوا جاي نشوف عندهم ايه وتعالوا نجربه. بص يا زميلي، عندهم لبن رايب، عندهم لبن رايب بالفراوله، وعندهم لبن رايب بالخوخ، وعندهم لبن رايب بالتوت. بص يا زميلي، تشكيله كبيره جدا جدا من الرايب. ندخل بقى على اللبن بقى بالميكسات بقى، حليب طبيعي بالشوكولاته، حليب طبيعي بالتمر، حليب طبيعي بالقهوه كامل الدسم، وحليب طبيعي بالقهوه بالبندق. الاثنين دول متحمس لهم جدا جدا، اللي بالقهوه واللي بالقهوه بالبندق. وعندهم زبادي عادي خالص، زبادي طبيعي، وعندهم زبادي طبيعي كامل الدسم ولكن بقطع الفراوله. بص اصلا من تحت الفراوله عامله ازاي، جامد جامد قوي الحوار ده. والكبير ده بقى يا زميلي حليب طبيعي مبستر 850 مللي. والناحيه الثانيه بقى عندك لبن رايب معزز بثلاث خمائر، مش عارف يعني ايه معزز بثلاث خمائر، برده 850 مللي. وده شكله. نمسك بقى ايه حاجه وندوقها ونشوف. نمسك الميكسات اللي باللبن اللي عندهم بقى، وتعالوا نجرب بقى اول واحد حليب طبيعي بالتمر. مكتوب بقى يرجى جيدا قبل الاستعمال، ومكتوب على كل المنتجات اللي عندهم صلاحية 7 أيام من تاريخ الانتاج المدور على العبوة، وايه بقى بشرط حفظها بالتلاجة عند درجة من 1 لـ5 مئوية. وده اكد لنا للحاجات اللي عندهم حلوة يعني طازة. طيب نفتح كده ونشوف. يا ولا لسه الريحة مظهرتش، بس تعالوا ندوق. بسم الله. هات لبن وحطه في الخلاط، وحط عليه بلح اللي هو مبروش ده، او البلح اللي هو متقطع حتت صغيره، واضربه كده في الخلاط، هيطلع لك هذا حاجه بيور كده وسمباتيكا كده، لبن كده بتمر كده وطبيعي وحاجات حلوه يعني. نمسك تاني حاجه حليب طبيعي بالشوكولاته، نفتح ونشوف. ريحته شوكولاته قوي قوي، تعالوا ندوق. بسم الله. بصوا، عارفين ميكس جهينة؟ ميكس جهينة اللي هو بالشوكولاته ده، هو ولكن اكسترا شوكولاته، يعني نفس طعم اللي هو بتاع جهينة بالظبط، ولكن مزودين فيه الشوكولاته قوي، او طعم الفليفرز بتاعت الشوكولاته، او طعم الشوكولاته كده وانت بتشرب، جامده قوي قوي. مغرقين يعني اللبن شوكولاته في الحوار، وده مش وحش على فكره، ده حلو جدا جدا. نيجي بقى لاكتر حاجتين انا متحمس ليهم، وهو الايس كوفي العادي والايس كوفي اللي بالبندق. حليب طبيعي بالقهوه كامل الدسم، نرج زي ما هو قال بالظبط. على ريحه القهوه، ريحه القهوه جامده جدا جدا. تعالوا ندوق. بسم الله. انا خدت بالي من منتجاتهم ان هم مزودين قوي الفليفرز اللي موجوده في النكهه الثانيه، يعني الشوكولاته مزودين الشوكولاته قوي في الطعم، وهنا مزودين القهوه قوي في الطعم، فطعمها جامد قوي. الله، ايس كوفي عادي خالص ولكن برضو اكسترا قهوه، بيحط قهوه. بص، فليفرز قهوه او نكهه قهوه قويه جدا جدا، فاللي هو انت بتشرب كده بيبقى بوم، طعمها جامد قوي قوي. تعالوا بقى نجرب القهوه اللي بالبندق، ونفتح. ريحه بندق قوي، تعالوا ندوق. بسم الله. طعم غريب، طعم البندق قوي قوي، مش مخليني واخد طعم القهوه كده او طعم اللبن، لا انا بشرب بندق او بشرب عصير بندق، ولكن هو اللي بيحب البندق قوي قوي هيحب ده جدا جدا، ولكن كحالتي انا بحب الايس كوفي اللي هو العادي خالص، البيزك خالص، لبن وكوفي وبس خلاص. لو ازود بقى فليفرز، لو ازود حاجه بس، لكن بالبندق دي تجربه جديده عليا، حلوه على فكره ولكن مش متعود عليه. خلصنا بقى العصاير، تعالوا دلوقتي ندخل على الالبان الرايب. تعالوا نجرب اول واحد اللبن الرايب اللي هو العادي خالص او البيزك خالص. يقول لك بقى تساعد الامعاء على هضم الطعام، وتحمي الجهاز الهضمي من البكتيريا الضاره ومما يلي اللي عايزه. يا بص، يعني انت بتشربه لما يكون عندك حموه وعندك حموضه، أو عشان تهضم مثلا الاكل والكلام ده. تعالوا برده نرجه وندوقه. ريحه زبادي قوي، تعالوا ندوق. بسم الله. جامد جامد قوي، ده ينفع قوي قوي في رمضان ده، بعد ما تفطر بقى الفطار التمام بقى يا زميلي، تقوم واخد لك واحد ده بقى يا زميلي. بص يهضم بقى. يا ولا تعال ندخل بقى على التاني، لبن رايب بالفراوله، ريحته فراوله قوي قوي. يعني الريحه دي بتيجي منين؟ بتبقى ريحه الحاجه قويه جدا جدا. تعالوا ندوق. بسم الله. انتوا مش متخيلين هو خفيف قوي ازاي على البطن، انت بتشرب حاجه كده. بص يا زميلي، سلكان كده، سكينه في الحلاوه، وي كده على طول. تعالوا بقى نخلص من الفراوله وندخل على الخوخ، لبن رايب بالخوخ، ريحته طبعا خوخ جدا جدا. خلاص تعودنا بقى من هيلث ميلك ان بتبقى الريحه بتاعت الفليفرز بتبقى قويه جدا جدا. تعالوا ندوق. بسم الله. يا جدعان، جامد جامد قوي اللبن الرايب ده، تحس كده ان في سلكان كده بينه وبين الجهاز الهضمي، لا وي وي على طول. بص بقى هنا يا زميلي مكتوب ايه بقى في اللبن الرايب ده، طاقه، كالسيوم، فيتامين A، بروتين، فيتامين B2، وفوسفور، والتحكم في الوزن، كل ده في اللبن الرايب. واخر حاجه في اللبن الرايب، لبن رايب بالتوت. قال له يا اسطى انا حسبتك يا اسطى ولا ايه؟ ده مش ريحته توت، مش ريحته توت خالص يعني، بس مش عارف ريحته ايه، هو ريحته زبادي ولكن بص مش عارف احدد ريحته ايه، بس تعالوا ندوق. بسم الله. انا مش عارف احدد ريحته ايه ولا طعمه ايه، هو طعمه حاجه حلوه، طعمه برده مقارب للتوت شويه، ولكن مفيش طعم توت اللي انا اعرفه يعني، طعم زبادي بحاجه مسكره. ايه هي بقى الحاجه المسكره دي؟ مش عارف، بس مش توت، هو ده اللي انا متاكد منه. ازاي؟ ما اعرفش. احلى حاجه اللي كل المنتجات دي ميدن ان ايجيبت. عمر يا مصر. خلصنا بقى من الميكسات بقى والعصاير والكلام ده، ندخل بقى على الزبادي، زبادي العادي خالص، والزبادي اللي هو بيقولوا عليه زبادي زمان اللي بقطع الفراوله، وجاي ايه في برطمان ازاز كده، يعني هيعجب امي ده، تحط فيه سكر ولا عسل ولا اي حاجه. زبادي عادي
عادي خالص، زبادي طبيعي كامل الدسم عادي خالص. ده بيبقى شكله زبادي بيبقى ماسك نفسه كده باين اللي هو ايه مصروف عليه يعني. الله الله زبده زبده والله العظيم. بص 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 الحلاوه والجمال. بص ده شكله كده، تعالوا ندوق. بسم الله. ايه ده يا جدعان ده؟ بصوا هو غير الزبادي البلدي خالص، ده بيدوب كده في البق جامد جامد قوي قوي. الزبادي ده هينفع قوي قوي، ده في رمضان هينفع جدا في رمضان. ده انا ما اعرفش ان مصر بتعمل حاجات عظمه قوي كده. عمري يا مصر، تعالوا بقى نجرب زبادي زمان، زبادي طبيعي كامل الدسم بقطع الفراوله الازاز. بصوا امي مستنيه اخلص واديها على طول الازاز ده. حط فيه بقى سكر، تحط فيه بقى عسل. بص ليه استخدام يعني. الله 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 الله، ايه الحلاوه والجمال ده. برده نفس النوع برده الزبادي الثاني ماسك كده نفسه برده، ولكن معلش انا هينه شويه، انا هينه انا اسف يعني، بس عايز اشوف ايه قطع الفراوله فين. يا الله يا الله، بصوا شايفين الجمال ده؟ حوار ده حوار يا جدعان. كل دي قطع فراوله، مش بقول لكم متوصين قوي قوي بالفليفرز؟ تقريبا ربع الكوبايه اصلا فراوله. لا ده احنا ندوق بقى ايه بالفراوله ومن غير الفراوله. فراوله فراوله، تاخد ايه حاجه كده من غير الفراوله. ده شكله بسم الله. الزبادي بيدوب يا جدعان، بيدوب في البق. هو طعمه من فوق من غير الفراوله زي التاني، ولكن مسكر سيكا، مفيش طعم فراوله، هو بس مسكر سيكا. احنا عايزين بقى ايه نغرس بقى كده المعلقه لتحت خالص، ناخد شويه فراوله على شويه زبادي. يا الله ده دمار، ده دمار دمار يا جدعان. بسم الله. اعتزلت التدريب خلاص. ايه ده ايه ده يا هيلث ميلك ده؟ انا ما دقتش في حياتي زبادي في كميه الفليفرز دي. زبادي محطوط عليه فراوله، محطوط عليه فراوله اصلا، مقطع عليها فراوله يا باشا بالعصير بتاعها ومحطوط عليه. فانا عايز ادوق مثلا الفراوله بس كده لوحدها، اشوف مثلا طازه ولا مش طازه. دي مثلا ايه حته فراوله كده لوحدها، قطع فراوله. انا بطالب هيلثي ميلك ان نعمل من ده كل الاطعمه اللي تلاقيها قدامك، كل حاجه خوخ وبطيخ وفراوله وكل حاجه ممكن تلاقيها قدامك اعمله منه. لو هيطلع بالكواليتي دي بصوا يتباع في مصر رقم واحد. خلاص مش هنشتري زبادي تاني غير ده. قبل ما نقول بقى الخاتمه بتاعتي والكلام ده، انا خلاص اصلا خدت خلاص الفكره بتاعت هيلثي ميلك. فندوق بقى ايه لبن الرايب العادي واللبن العادي. انا اظن ان ده هو ده، بس ده صغير منه يعني، ده ابنه. بصوا ندوق اللبن العادي. تمام مكتوب بقى ايه صالح برده لمده 7 ايام، برده نفس الكلام. حليب طبيعي مبستر. انا مش عارف يعني ايه مبستر، اللي يعرف يعني ايه مبستر يكتب لي تحت في الكومنت. حليب طبيعي مبستر. مكتوب بقى ايه خالي من اي اضافات او ماء او مواد حافظه، مكتوب هنا اهو كده. تعالوا ندوق اللبن الطبيعي ده، هل هيبقى زي اللبن العادي ولا لا يعني. بسم الله. لبن هاي كواليتي قوي، عايزين بقى نجربه في الايس كوفي يعني، فممكن نستعمله في الفيديوهات اللي جايه بتاعه الايس كوفي والكلام ده، ونشوف هيبقى في فرق بيه في الايس كوفي ولا لا. فهنشيله كده على جنب وهنحتاجه في فيديوهات الايس كوفي. دي كده كانت كل منتجات هيلثي ميلك اللي ممكن نشتريها. في عندهم منتجات اكتر بكتير جدا جدا، في عندهم زبده وفي عندهم حاجات كتيره جدا جدا، ولكن انا جبت الحاجات اللي هقدر اجربها عندي في الفيديو. لو عايزني اعمل لك بقى فيديو متكامل بقى كبير عن منتجات هيلثي ميلك كلها اكتب لي تحت في الكومنت. وعايزين برده نعمل برده كده تحدي او مقارنه ما بين هيلثي ميلك ومزارع دينا. لو حابب المقارنه دي تتم اكتب لنا برده تحت في الكومنت، وهيبقى اكبر مقارنه بقى في مصر بقى ما بين هيلثي ميلك ومزارع دينا. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قرب. والانستجرام بتاع هنا كده اهو، عشان ايه بنقدم هناك عظمه جدا جدا. ومس كده على التيك توك برده، وكالعاده دوس يا كوتش. سلام عليكم.